الآن أرحب وأرحب وقدام رد السلام هو المفاخر يزعزع طيب دخانها مرحبا بالضيوف ويا هلا بالكرام باسمي أم العريس أبدأ بعنوانها ارحبوا قدام رد السلام والمباخر ينعل طيب دخانها مرحبا بالضيوف ويا هلا بالكرام باسم ام العريس ابدا بعنوانها رحبت ام ناصر بالشعر والكلام ولو وحشتني يديها تحيي ضيفانها الضيوف اللي شافها قدر عالي وعود ودلاله تسعد عيالها بالكرم أم ناصر حازت على وساه والكرم ساسها وورث جدانها شيخه وبنت شيخ واخت ناس حشام والأصيلة تعلب الفخر شانها يوم فرحة ولدها السعد والحظ قام يا عسى فراحها بطوال أزمانها ألف مبروك يا ناصر مهل الغمام ليلتك بس عن رب السما زانها زاهين بشتك ونورك يزيح الظلام يا وريث المراجل وانت عنوانها يا ولد شيخ الهشاد الرفيع ومي قام هذا نواف درع حرب واحصانها وانتم سلالة اللي معتلين السلام روس حرب الدول وروس شيخان بالمجد أركانها ارحبوا ارحبوا قدام رأس السلام والمباخر يذعذع طيب دخانها مرحبا بالضيوف ويا هلا بالكرام باسم أم العريس ابدأ بعنوانها رحبت أم ناصر بالشعر والكلام ولو واحد في يديها تحيي ضيفانها الضيوف اللي شافها قدر عالي وعود ودلاله تسعد عيالها بالكرم أم ناصر حازت على وساه والكرم ساسها وورد جدانها شيخه وبنت شيخ واخت ناس حشام والأصيلة تعلب الفخر شانها يوم فرحة ولدها السعد والحظ قام يا عسى فراحها بطوال أزمانها ألف مبروك يا ناصر مهل الغمام ليلتك بس سعد رب السلام.